على التوالي ويقوم نيافة الحبر الجالي مدرس الآن كما تشاهدون بمباركة الناس مرة أخرى لكي يقوم بتركيب وتثبيت الكيس الجديد للعام 28 في حضور الإخوة الشمامسة والقدام والشعب وكهنة الكنيسة والسادة الضيوف الذين أتوا من كل مكان من القاهرة ومن الأسكندرية ومن البلاد المجاورة لبورسعيد. كل عام وحضراتكم بخير ونتقابل مرة أخرى بعد حضور السيدة العذراء مريم في الكنيسة. كل سنة وأنتم طيبين. فصح يونان 1 فبراير 2018